شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا شيخي. إن شاء الله ألف مبروك يا أبني. الله يبارك فيك يا بيك. سلمى يا سلمى، تعالي اقعدي مع خطيبك. مرحبا صفوان. Rita, we should go to the station now. The train should go now. I'm ready. كان جماعته carry their bags to the wagon. ايه اخ صفوان، نحن مضطرين نمشي. بدنا نلحق القطار لانه مسافرين على اسطنبول. ان شاء الله هيك بس نرجع المرة الجاية بتكون انت وخطيبتك اتجوزتوا وبنيجي انا وريتا مبارك لكم. بالمناسبة نسيت اعرفك، ريتا مرتي، هي انجليزية اساسا. وعلى فكرة كثير عاجبها لبسك. الشروال والطاقية كثير عاجبها لبسك. ما هيك ريتا؟ You like his clothes? Oh yeah, I like it very much. It's traditional. It's so nice and exciting. يلا يا جماعة ادعوا لنا. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله هيك نشوفكم السنة الجاية برفاهية والبنين. يا جماعة. Good luck. Good luck. هلا ما أنت اسمك صفوان وأنا اسمي سلمى. إيه وأنا اسمي سلمى وأنت اسمك صفوان. وانتو سمعتوها وهي عم تقول لمرت الشيخ لا تنسي لي موضوع وضاح؟ ايه والله معناتها لازم اقول لامي لتقوم هي تعمل لها شي شغلة لاخي تروح لنا اياه. يا لطيف الله يحمي وبعد عن ولاد الحرام. سميحة ببوس ايدك. ها قولي لعمتي ما تجيب سيرتي. لا لا خلص ولا يهمك. سميحة هلأ زيارة بيت ابو خير لعندكم كانت زيارة عادية ولا كان في من وراها إنا؟ ما بعرف. والله يا شهيرة. شهيرة حاضر أخي. الله يرضى عليك يا أختي. فوتي بتغطي لي حالك وترسي لي حالك 24. اليوم المساء بدي بعتك مشوار أنت وأمك لعند جماعة أكابر. عن جد أخي؟ إيه عن جد. لك عم بمزح. مين هنون هدول الجماعة؟ خلاص شو بدك المساء بتعرفي؟ حلوة؟ العروس حلوة؟ لك أنا عروس هي؟ أخي مو بدك تبعتنا مشان نشوف لك العروس؟ خلص أختي روحي أنت زبطي لي حالك بدي إياك تبيضي لي وشي اليوم. ها ومين هن هدول الجماعة يا مو؟ المسا بتعرفوا يا مو. لك أنا شو سويت بحالي؟ يا باطل على هالوقعة اللي وقعتها. وهذا أنا مبسوط والبيك وفاء ومستعجل بده يكتب الكتاب والمأخر 500 ذهبة. يا حبيبي لا ما لوين بدي روح؟ بشرفي احس حالي رح اختنق. بنت عمي ما عجبتني وبنت عمتي ما عجبتني وبنت خالتي ما عجبتني وجيت وقع هالوقعة مثل الحمار. ايها العين تطرقني.